بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعان. الموضوع الأول أني أتصور بالنسبة إلى الإخوة القائمين في هذه المؤسسة أن لا يكتفوا بها، وإنما يهتموا حتى يترجموه ترجمة عملية إلى مدرسة لحفظ القرآن الحكيم ولتلاوته ولتعليمه ولترجمته ولتفسيره ولسائر شؤونه. أسسوا مدرسة فيها صفوف وتلاميذ وطلاب، ومدرسة ثانية فيها طالبات، دروس، وإلى جانب الدروس ترويج القرآن وحفظه وتعظيمه وتجليله ونشره وتجويده وسائر شؤونه. لعل كثير منكم يذكرون كانت في كربلاء مدارس لحفظ القرآن الحكيم، مدارس حفاظ ومدارس حافظات، 6 مدارس كانت، وحضرة الشيخ كان أيضا من المعلمين هناك، 3 للبنين و3 للبنات، وفيها ما يقارب المجموع 3000 طالب وطالبة. اهتموا بتأسيس مدارس لحفظ القرآن الحكيم، وهذا شيء بسيط، لأنكم تستأجرون دار ثم يوجد متبرع تشترونها وتجعلونها صفوف، وهذه الصفوف تعلم القرآن دراسة، حفظا، ترجمة، تفسيرا، نشرا، وإلى آخره. أن الإنسان إذا اهتم بشيء تمكن منه. كان عندنا في طهران رجل توفي قبل سنة الله يرحمه، هذا أسس في إيران 300 مدرسة وحده، وكان إنسان بسيط، إنسان عادي، وكان إذا جاء إلى كربلاء أو إلى الكويت أو إلى قوم كان يأتي عندنا وينام عندنا، وإنسان بسيط وما يملك من الدنيا شيء، وإنما له همة رفيعة. همم الرجال تزيل الجبال. وكلمة أجمل للإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، يقول عليه الصلاة والسلام: يطير المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحه. شايفين أنتوا الحيوانات الكبيرة وحتى الفيل ما يتمكن من الطيران، لكن العصفور الصغير وأصغر من العصفور بجناحه يطير في أجواء الفضاء لأن له همة الطيران. المرء إذا كانت له همة رفيعة يتمكن من التقدم. يطير المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحه. أنتم واحد منكم كافي إلى هذا الموضوع. هذا حاج مصطفى كافي، شيخ جمال كافي، الأخ كافي، الأخ كافي، واحد منكم كافي. فكيف أنتم مجتمعون جماعة كثيرة؟ ويد الله مع الجماعة. هذا الموضوع الأول. إن شاء الله في السنة القادمة إذا حضرتم هنا، وإن شاء الله نسأل الله أن يسقط صدام حتى نراكم في العراق، لكن على فرض حضرتم هنا، تأتون من مدرستكم، مدرسة حافظات القرآن الحكيم القسم النسوي، ومدرسة حفاظ القرآن الحكيم القسم الشبابي والرجالي، وهذا شيء بسيط. الإنسان إذا اهتم بشيء، في كلمة أخرى للإمام أمير المؤمنين، وصل إليه أو قريبا منه. يعني أنك إذا اهتممت أن تذهب إلى طهران ماشيا، إما تصل إلى طهران أو قريب من طهران.
سنة اللي كنا احنا في الحج، كل جماعة اللي يمرون علينا نسأل منهم أنتم من أين، أنتم كذا. الله يرحم والدي كان يصلي جماعة، وبعد صلاة الجماعة في منى، في مكة، في عرفات، في المدينة المنورة، ناس يجتمعون خطابات كذا، الأشياء المتعارفة. فإحنا نسأل من الجماعات المختلفة، لأن جماعات مختلفة الأشكال والألوان والكيفيات والخصوصيات والألسنة. جماعة يجوا سألنا من أين أنتم؟ قالوا من باكستان. قالوا باكستانيين. قلنا لهم شلون جئتم؟ يعني من يا طريق كذا؟ قالوا احنا راجلا جئنا. ماشي. كم مدة؟ قالوا 6 أشهر. قالوا خرجنا من بلدنا قبل 6 أشهر ونسير ليل نهار، وبعد 6 أشهر وصلنا إلى مكة المكرمة. هم بعد ثم رفيع. إذا عندك همة أن تذهب إلى الحج ماشياً تصل إليه. هذول وصلوا. والإمام يقول الإنسان الذي يهتم بشيء إما يصل إليه أو قريباً منه. هذا الموضوع الأول، موضوع المدرسة. الموضوع الثاني أنه أكو فرد في علم الاجتماع، فرد قاعدة. القاعدة تقول كل قدرة يمكن أن تبدل بغيرها. عندنا قدرات في الاجتماع، مثلا قدرة المال، هذه قدرة تتمكن أن تبدل قدرة المال إلى قدرة السلاح. يعني ماذا تصنع بالمال؟ تشتري السلاح. فالمال صار شنو؟ سلاح. تتمكن أن تبدل قدرة السلاح إلى قدرة الحكم. تتمكن أن تصل بالسلاح إلى ماذا؟ إلى الحكومة. هذه القدرة قسم آخر. وهكذا القدرات بعضها تتبدل إلى بعض. تتمكن أن تبدل قدرة الحكومة إلى قدرة العلم، تفتح مدارس، تعلم الناس. يعني بدلت قدرة الحكومة أيضا إلى ماذا؟ إلى قدرة العلم. وهكذا القدرات يقولون في علم الاجتماع جوهر، وهذا الجوهر يغير الأشكال، الحقيقة واحد. مثل شمع عسل، تجعله مربعا، تجعله مدورا، تجعله مستطيلا، تجعله مثل إناء، تجعله مثل عمود. الجوهر شنو؟ الجوهر شمع عسل، وإنما تغيرت ماذا؟ الأشكال. هذه مقدمة لموضوعنا الثاني. الموضوع الثاني هو أن القرآن بحر من المعنوية، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حول هذه المعنوية إلى المادية. يعني ماذا؟ يعني أن القرآن معنويات، كله معنويات. الرسول تمكن بسبب تطبيق هذا القرآن أن يحول المعنويات إلى الماديات. أمثل لكم مثال ومئات الأمثلة. في القرآن الحكيم أكو موضوع الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة. هذه معنوية، الرسول ترجمها إلى عمل وحولها إلى عمل. يعني حقيقة صار المسلمون إخوة. أبو ذر العربي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، كلهم صاروا ماذا؟ إخوة. يعني شنو إخوة؟ يعني أن الأخ يسافر إلى بلاد أخيه وهو بلده. الإخوة اللي في الحوش شلون؟ يذل كلهم في هذا المكان، كلهم في هذا البيت، كلهم لهم أب واحد، كلهم لهم أم واحدة، كلهم مشتركون في الأمر. وإذا مات أبوهم كلهم يرثون على حد سواء. هذا معنى الأخوة. لكن الرسول هو الذي تمكن أن يحول معنوية الإسلام في الأخوة إلى المادية، يعني إلى الخارجية. الآن هذا الشيء فقد. الآن المؤمنون إخوة، المسلمون إخوة،
نعم في القرآن مكتوب، في إذاعاتنا تتلى، في صحفنا تكتب، في لافتاتنا تدرج، لكن حقيقة هذا الشيء موجود؟ إذا كان المؤمنون إخوة أحدكم ما كان على نهنا ولا أنا، كنا في أين؟ في النجف، في كربلاء، في كاظمية، في بغداد، في حلة، في العمارة، في الشنافية، في الناصرية، وإنما المؤمنون إخوة، لأن صاروا عرب وصاروا عجم وصاروا هند وصاروا ترك وصاروا أمم. يعني أن معنوية الإسلام التي تمكن الرسول أن يبدلها إلى مادية تطبيقية، الكفار الغربيون الشرقيون اجتمعوا وأرجعوا المسلمين إلى الجماعات المتناحرة والمتحاربة والقوميات المتباغضة، أرجعوا. فليس المهم أن اللجنة القرآن الحكيم إنما يقتنع بحفظ القرآن وبدراسة القرآن وترجمة القرآن وتفسير القرآن، المهم أنك تتمكن أن تطبق القرآن، تدعو إلى تطبيق القرآن، تترجم القرآن إلى واقعية في حياتنا العملية أم لا؟ الأخوة لازم يهتمون في هذا الشيء، وإلا أخذت وصفة من الطبيب وقرأت هذه الوصفة وقرأتها وصنعتها لافتة وقرأتها في المدرسة وفي الإذاعة وفي التلفزيون وخططتها في بيتك، هل صرت صحيحا؟ هل شفيت من مرضك؟ كله، لأن الوصف مو معناها أن تقرأها، مو معناها أن تترجمها إلى خطوط ونقوش على البيت، وإنما معناه أن تستعملها. هذا الشيء مفقود في القرآن اليوم، ولذا تشوف الغربيين والشرقيين هذول واقعين على الأمة الإسلامية، يدقوهم، يقتلوهم، يبسطوهم، يسجنوهم، ينهبون خيراتهم في كل بلاد الإسلام، في أفغانستان فرد شكل، في لبنان فرد شكل، في فلسطين فرد شكل، في العراق فرد شكل، في أرتريا فرد شكل، في بلاد مورو فرد شكل، لأن المسلمين اقتنعوا بقراءة القرآن أو بحفظ القرآن أو بطبع القرآن أو بترجمة القرآن أو باستماع القرآن أو بقراءة القرآن في إذاعاتهم وتلفزيوناتهم، مو كترجمة عملية. الرسول إنما تمكن أن ينشر القرآن في العالم لأنه ترجمه إلى عمل، وهذا الشيء الذي نحن نفقده. أمثل لكم مثال وما أكثر الأمثلة، وأنتم الحمد لله تعالى كلكم إن شاء الله من أهل القرآن وتعرفون هذه الأمثلة وسامعين هذه الأمثلة وإلى آخره. الأمة العربية في زمان الإسلام الأول مثل الأمة الإسلامية الآن، بلاد متحاربة، متباغضة، متنافرة، قوميات، لغويات، جغرافيات، إقليميات، عنعنات وإلى آخره، هذا شيء المعروف. لكن الرسول المترجم هذا الشيء إلى العمل. أمثل لكم مثال، فرد ولد أكو أسمر، أسمر شديد السمرة والشفاه غليظة وأنفه أفطس وهو عبد وشعره مجعد والدميم الخلقة، وهذا الرجل يسمى بزيد ابن ثابت. الآن جيب هذا الإنسان في مجلس المتدينين أحد لا يقوم له، جيب في هذا المجلس هذا الإنسان حتى المتكلم ما يقوم له، هذا ما له قيمة، لا شكله، لا أنفه، لا أن وجهه كله أصابه الجدري، لا ارتفاعه القصير، لأن قامته قصيرة كانت، كل حد يدير لباه. لكن الرسول اللي يترجم القرآن إلى عمل. ذات مرة ذهبوا إلى الحج، الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
ذاهب إلى الحج مع الرسول 180,000 إنسان يريد أن يعلمهم الحج، و180,000 إنسان بين راكب بعير وبين راكب فرس وبين راكب حمار وبين راجل، تعرف أي مسافة يأخذ؟ لعله يأخذ مسافة 50 كيلومتر في الصحراء بعد، يعني مو صف الجماعة ولا مجلس قاعدين القراية، وإنما في الصحراء واحد مقدم واحد متأخر، ويسافرون 180,000 بين رجال ونساء وكبار وصغار، والرسول تقريبا في مقدمهم يمشي، لأن الرسول يريد أن يعلمهم معالم الحج، ففي مقدمهم. أين تنزلون؟ كيف تلبون؟ كيف تفعلون؟ الرسول قائد بعد معهم، والرسول كما في بعض الأحاديث راكب على جمل حتى يكون أرفع منهم، حتى يتمكن يأشر لهم بالقيام بالقعود بالنهوض بالنزول وإلى آخره. وإذا المسلمون شافوا الرسول وقف، المسلمون كل 50 كيلومتر ما شافوا المسلمين الرسول وقف، لا ما يشوفون، وإنما وقف الرسول بطبيعة الحال، من يقف الرسول وراءه يقف، من وراءه يقف وراءه يقف، من وراءه يقف وراءه يقف، لنفرض أنه قطار من السيارات منا إلى نصف طهران، إلى نصف الطريق إلى طهران، وإذا السيارة القدام وقفت، السيارة الثانية تقف تلقائية، والثالثة والرابعة، وإذا به وأنت في قم أيضا تقف، لما كنت عندك مجال حتى تمشي. الرسول وقف، ورأوا المسلمون هالقافلة الكبيرة الطويلة 180,000 كلهم وقفوا، والرسول جاي يتفرج يباوع منا شنو يريد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم متعجبين، هذا يسأل من هذا، هذا يسأل من هذا، هذا يسأل من هذا، يريدون ينزلون وما نزل الرسول، لأن لو يريد ينزل معناه ينزل وما نزل، كلهم يتعجبون. وإذا به الرسول يباوع منا، وإذا هذا الولد زيد بن ثابت من بعيد جاي يجي يتبين الرسول واقف له حتى يحمله، هذا الولد الدميم الخلق العبد زيد، واسمه مذكور في القرآن الحكيم أيضا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها في قصة أخرى، والمجدر والأفطس الأنف والغليظ الشفاه والمجعد الشعر اللي اليوم الناس ما يعتنون له بعد 1400 سنة، فكيف ذاك اليوم؟ هذول رؤساء قبائل وعشائر وعنعنات والأشياء المعروفة بعد. تعجبوا، الرسول منتظر هذا الشيء، يا رسول الله لماذا؟ قال انتظروا. الرسول موقف موكب 180,000 لأجل هذا الإنسان، يريد يثبت الأخوة الإسلامية. زيد وأنا وأنت لا فرق بيننا، بس زيد ولد في ساعة سعيدة من عمر الدنيا، ساعة حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الساعة. نحن المسلمين ولدنا في ساعة تعيسة، في ساعة التفرق وساعة التحارب وساعة القوميات وساعة الإقليميات وساعة اللونيات وساعة اللغويات وساعة التشتتات، احنا ولدنا في هذه الساعات، والزيد بن ثابت ولده في تلك الساعة السعيدة. الرسول ترجم القرآن إلى عمل، هذا هو الشيء الذي نحن بحاجة إليه، ترجمة عملية لهذا الشيء. وذكرنا للإخوة مكررا نحن بحاجة إلى 1.5 مليار كتاب حتى نحيي الإسلام من جديد في أنفس المسلمين، وإلا تعال اقرأ القرآن، إنما المؤمنون إخوة، وسبع أوجه اقرأ، وعمر العلاء شلون قرأ، وعجب حفص شلون قرأ، وعاصم شلون قرأ، شوفاتها. الرسول ترجم القرآن إلى عمل وقت اللي قراءة السبع مو موجودة، قراءة السبع وإنما ترجمة عملية للقرآن كان موجود. فإذا تمكننا نحن أن نترجم القرآن إلى عمل، وهذه آية من آيات القرآن، وإلا ما أكثر الآيات التي ما ترجمت إلى عمل في حياة المسلمين اليوم،
هذا هو الشيء الذي يجب أن نهتم له، يعني أن نهتم لترجمة القرآن إلى ترجمة عملية حتى نعيد أصل الرسول في كل العالم الإسلامي. أما هذه الحدود الجغرافية، وأما هذه التفرقات العنصرية، وأما كذا وأما كذا وأما كذا، هذا هو الشيء الذي يسلط علينا الغرب والشرق، وبالفعل سلط علينا الغرب والشرق، والرسول أخبر بذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي يوم تكونون غثاء كغثاء السيل. السيل لما يسيل يجمع حول نفسه كل وصافة، العيدان والحصران وأشياء وصاخات، ولعل كثير منكم شايفين السيل. كيف بكم إذا أصبحتم غثاء كغثاء السيل؟ قيل: يا رسول الله، أو من قلة ذلك؟ نحن قليلون. قال: لا، وإنما قلوبكم متشتت. هذا عربي وهذا عجمي وهذا بغدادي وهذا قاهري وهذا دمشقي وهذا تركي وهذا هندي وهذا أشرف وهذا كذا وهذا كذا. اليوم في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على القصعة. هذا اليوم هو ذاك اليوم، وسره نحن. وكما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول: دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك ولا تبصر، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المغمر. إن شاء الله نهتم حتى نعيد القرآن إلى الحياة ترجمة عملية. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.